غسل التفاح لجل محفوظ تغدى. بس محفوظ خرج. وين خرج؟ مو دراني قلبي يشم قليل هواء. الله الله على بلوتي، الله الله يقلعش. شذا والشوق طبع الأذى والناس من ذا وذا يحملي الحياة. الورد يعطي شذا والشوق طبع الأذى والناس من ذا وذا يحملي الحياة. تلقى اللئيب الطموع، تلقى العزيز القنوع، واحد بأرض ونوح وسان يتبع هوا. تلقى اللئيم الطموع، تلقى العزيز القنوع، واحد بأرض ونوح وسان يتبع هوا، وسان يتبع هوا. سعد الخفيف، ولا يهمك الا يوقع لك عرس حنان طنان. هذا العرس الحنان الطنان، ايه الحنان الطنان يا امام الطعم، تطلع لي من فصيلة الحجان حنان طنان. ها هذا احسن شاهي للحنش. تسلم. وهذا لسعد الحريم. وهذا احسن شاهي بن علوان. ها تعالك انا اعرفه. تفضل يا قلبي. سلام يا حبيبي.
محفوظ الحمد لله على سلامتك. تعال تعال، كيف حالك؟ وين كنت؟ تمام. طمنا عليك. تعال 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 تعال، دخل دخل. وين كنت؟ كيف انت؟ تمام. بس بيني وبينك انه فوز بن عمك عمل معك معروف ما عملوش مع احد. فواز؟ ايه فواز. فواز والخريطة؟ ايوه. والنوارة والفواز. ايش من خريطة ايش من نوارة؟ محفوظ يعني تداري بالخريطة والنوارة. فواز ايوه النوارة والخريطة اينهم؟ حبيبي شكلك تعبان والله. هي 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 ابو الزك تروح ترتاح تفتهن ترقد لك شوية. امشي روح. هي روحك. هي حبيبي هي والله انك تعبان. هي حناس هي. حناس انا روحه مو قصده لا عايز اوقع ورطة. حناس سلم سلم ابصرك محفوظ. لا 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 ما ابصرك وش عم فواز. لا عم فواز اشتك موضوع ضروري. اقول لك مش وقتك. وين هو ابن علوان؟ ابصرك محفوظ. لا ليش من يقول لي ياها يا محفوظ يا جماعه ما نشوف محفوظ. محفوظ كان جالس هنا وشلوا الحنش وخريب الحنش. الله يستر الله يستر. ايش في محفوظ؟ محفوظ انا افدالك ركز معي. وين الخريطه؟ ايش من خريطه؟ الخريطه الخريطة. الخريطة اللي كانت داخل النوارة. الخريطة اللي داخل النوارة. قد أنا أقول الجماعة جالسين يلقطوا النوارات وقد سبقهم فواز وشل النوارة. من افتح افتح ليش شلو؟ ما هو باكله ما هو تصيح حقها. ليش تشله؟ ما هو تصيح حقها يا زين. ليش تشله؟ قل لي ليش؟ بزيتوا من داخل السوق الرجال كان مدوخ بالشارع. بزيتوا قلتوا يرتاح قليل وش ردوا لعندك؟ ها يرتاح. هي ما هو باك. ملا على الاقل ادخل زور اختك. اشتري الصدق. الفقي يستاهل. اصلا هو قدر. اي والله قالوا غدير امس بهدلته داخل السوق كله. حالي بس المفروض انها تحذر من الفقي هذا حق مشاكل. السلام عليكم. حيا حيا حبيبي. بشر بشر يا ادم. هات البشارة عفاف. بس يا ابني الله احفظك تحاكى. بشر بشر ايش استوى؟ عميد المعهد وافق وقبل الملف حق عفاف وبكره ان شاء الله المقابله. احسن خبر. عفاف عفاف سكيها حلاوتك. يلا جماعة معي زباين داخل. الله معك. يلا وانا شمشي مع السلامة. الله وديعك يا لبيب. عفقي عفقي مو معانا للزغاريد مو زغريد. والله ما لي عين. كيف اروح قابل مفيد؟ قل ادعي لصالحة. طيب. صباح النور على البلور. صباح الخير. كيف حالك يا عفاف؟ الحمد لله يا فقي الله يحفظك. عرفتينا من؟ أكيد يا فقي. عاقل السوق وفقي السوق أسمع لك خلني حافظ. الله يحفظك. لقلنا يا حميدة سمعنا زغاريد منو زغراد؟ استغفر الله العظيم. وين ضروري تعرف كل شيء للمهل الفضول يخ. أصلا غدير إش تعزمنا عنده وإش تدي لنا بخور وأخضري. بخور وأخضري خير. أي خدمات يا عفاف؟ شكرا يا فقي الله يحفظك. بأمان الله. دخل. سميحه سميحه. ها الحمد لله لقيته. أنا لقيته عند الحنش. مره ثانيه يخرج من البيت يا وياج النحنش. ذكرتني سلم بالمجلس. سلم مو معروف فلت المحل وجهنا. مو دريني قال يشتك موضوع ضروري. دخلي محفوظ. اي اي يا محفوظ. اكا اكا طوالي. هي هي مو معك. هنا مو معك. ما بالله عم فواز. عم فواز ما فلتك المحل لحاله. أروك أعجب لك موضوع ضروري. مو هو الموضوع. أروك أسير أنا وانت
أسيلنا أنت وين؟ نخطب منا بنت عمي رشيد لي. يلا بسرعة 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 يلا المحل 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 قال لك منا يلا عادوا جاي يخطب لي. صالح اشتك موضوع خير يا فقي كما اشتقل لي غدير. غدير مو غدير قاع من أنا هو عد القن عن شي غدير ولا شي سيرته. أنا اشتي واحدة ثانية. مني واحدة ثانية هذه؟ هذيك سميرة. لا لا مش سميرة اللي جنبي حميدة. حميدة مو حميدة مشاكل قلنا هذيك اللي بالجهة الثانية. هذيك زعفران يا فقي. مش زعفران اللي جنبي الجديدة هذي. ها كما يا فقي اسمع هذين صبريات ونداريك بنات القبل الواحدة بألف رجال مش ينحق مزح يا فقي. أنا داري ما بنات القبل الواحدة بألف رجال وخوات رجال وأنا اشتي على سنة الله ورسوله واحدة منهن زوجة هذيك. طيب يا فقي أعطيني وقت أسأل واتطقس وإن شاء الله خير. طقسي وشفتي لي الموضوع ومني وإيش قصته وإن شاء الله يكون خير. خير إن شاء الله. يلا الله معك. حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيك يا عم نبيل. خلاص أنتم بس اسبقوا للبيت ومبر عيالكم وأنا بلحقكم. تمام إن شاء الله. يلا تمام تمام أحمد. الله الله خليه جنبه تمام انتبه عليه. حاضر يا أبو ما تلشهم العم نبيل بعيوني. إن شاء الله يشفيك. طب الله يشفيك. هذا شغل محترفين. نبيل تعرض لتعذيب منهج ووصلوا للجنون. الموضوع وراه عصابة خطيرة ومنظمة. اسمع يا مساعد أشتيك تكثف التحريات وتراقبوا كل المشتبهين. فعلا يا فندم أنا بخلي الأفراد كامل يكثفوا تحرياتهم بأسرع وقت. يلا علم يا فندم وينفذ. تفضل يا غدير الدواء هذا بعد الأكل. طيب وهذا قبل النوم. حاضر. وهذا في الحالات الطارئة إذا جت له النوبة تجيبوا له منه. أو إيش من نوبة يا ابني بتحصل له؟ في حالة بس للضرورة ما تخافوا. المهم تعاملوا معاه بحذر تام وإذا تأخر الدواء ممكن أنه يخرج عن وعيه ويعمل مشاكل فالتزموا بمواعيد الدواء الصحيحة. الله يستر الله يستر. طيب حاضر الله يهمك. الله يلا شوفكم على خير. يلا مع السلامة. مع السلامة. شكرا يا بني شكرا. اطرحي هذا منك. هذا بيتك تذكر وانت راحك الخريطة والورقة اللي ترجمك بالخريطة وينه؟ تذكر قل لي وانت راحك يا محفوظ محفوظ تذكر وانت راحك. الله ضحك محفوظ. هاي واشك لنا. ها تعال 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 تذكر. يا الله وينه؟ ايوه اهم شيء الخريطه. محفوظ محفوظ هذه الخريطه ولا الورقه البيضاء وين هي محفوظ جيت تذكر. قل لي وين هي. تذكر هذا بيتك يا محفوظ. اهم شيء الخريطه رجع بس يرجع له عقله اخلوه يدور الورقه اللي يترجم به. هي تعال تعال هي قم يا فقي. انا افديك اشتيك تجي معي لعند عمي رشيد نخطب منى بنته لي. منى بنت رشيد؟ انا مو قد منى قد يحق زواجه. ايش قصدك يا فقي؟ قصدي لو منى حق زواجه انا ولا به. يا فقي لا انا افديك. ها امزح معه الا فوزنا ما يقريش معه. والله عمي فواز كل ما اقول له هو مشغول محفوظ يقول لي مش وقتك وانا خايف البنت تطير مني. محفوظ ايوه فواز مو معه دنيا مواصل مع محفوظ. والله بينهم شغل واسرار. والله ما انا داري انا شغل واسرار. ها خير
خلاص ارجع لي بعد العشاء. شو اسرح انا وانت عند رشيد وخطبنا لك منى. تسلم يا فقيه. يلا الله معك. الله يحفظك. الله معك يا تلام. كل اسرار. ها جالسين تخططوا خفا مني. اي قطه هناس؟ اي قطه؟ موضوع الخريطه. اي خريطه هناس؟ انا كنت فاكر اننا خلاص اصبحت واحد منكم وفيكم، لكن اتضح اننا مجرد ورقه تكملوا تستخدمونه ورجمته. ما الذي حصلت عليه يا هناس؟ انا عرفت ان الخريطه مع فواز. فواز؟ فواز؟ هل انت متاكد من هذه المعلومه هناس؟ فواز ضحك علينا كلنا واخذ الخريطه وراح ترجمها عند محفوظ وخلانا نشك انه الخريطه والنواره مع نبيل ورحنا نلاحق نبيل. انا حصلته محفوظ وفهمني انه الخريطه بداخل النواره، معناته انه فواز ضحك علينا كلنا. اسمع مستر هنش، نحن نعطيك فلوس كتير وكل ما عليك هو مراقبه فواز وهذا الرجل محفوظ. اذهب لبيت محفوظ واخرج خريطة او كل شيء يتعلق في هذه الخريطة. هذه المرة انا اوضع الرقم اللي يشتوه. حسنا هنش، احضر لنا ما نريد وخذ ما تريد. تمام. عالم حنا وعالم حنا، 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 عالم حنا وغصين البن، عالم حنا يا عالم حنا، عالم حنا وعالم حنا، عالم حنا وعالم حنا. ابو كرازن هلا بيك يا سعد. عالم حنا سعد يا مسعود، عالم حنا وكريم الجود، عالم حنا وعالم حنا، عالم حنا وعالم حنا.
عالم حنا سعدي يا مسعود، عالم حنا وكريم الجود، عالم حنا وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا. قبل الله هلا هلا هلا. حبيبي سامي لانك عصاب. حباب قلبي اسحب الحاره فوق راسي يا ادم. عالم حنا وحياه الروح، عالم حنا تشفي المقروح، عالم حنا وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا، عالم حنا وحياه الروح، عالم حنا تشفي المجروح، عالم حنا وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا. وش جلست بعد ما قمنا نسيم الصباح سمر على العود والمغنى، نسيم الصباح. وش جلست بعد ما قمنا نسيم الصباح سمر على العود والمغنى، نسيم الصباح. عالم حنا وعالم حنا وعالم حنا وعالم حنا، عالم حنا وعالم حنا. الله العجب الدار. شوف رقصة السيارة. شوف رقصة السيارة. الله العجب. يا سلام. حبيبي مكياج. عالم حنا وعالم حنا عالم حنا وعالم حنا. حيا الحنان. تفضل تفضل. حيا حيا. تشتكي تعمل لنا من رقصة حق الحنشان. اسمع من شوهاك قم نروح نسرق بيت محفوظ. اخي طبعقنا اليوم ليلة الحنا عقي. اخي قالوا لك ان بنتك العروسة لنا ما حاب اللغة. قل لك اسمع كما بعد والله لا عروس ولا يوقع لك فرح. فهم انا من المشكة حناس. هذا والله ما هوش عمل هذا. خلص بعد اذنكم يا جماعة نساعدكم خمس دقائق وشرقع لتأخرتم. تعالوا نكمل الرقصة والغنى بالقسم. هذا خفيف ما بيش العريس ما يفلش الحنة حقه ما وين عتصير. تحنى انتم. عالم حنا عالم حنا. ايوه عالم حنا عالم حنا عالم حنا وعالم عالم حنا وعالم حنا. والله انا قايل لك موضوع عيطان بينه حنا. هي ان شاء الله خير. بصراحه يا رشيد معانا الولد سلام شاب ممتاز طيب وطالب الله وكل السوق يحبه. وبصراحة نفسي نطلب إيد بنتك منى لابننا سلام على كتاب الله وسنة رسوله. كيف؟ بنتي؟ أيوة يا فقي بس بنتي خلاص مخطوبة وقد أعطيت كلمة لابن عمها وإن شاء الله الخميس القادم بيكون العقد. يا رشيد يعني لا تستعجل ابن اشتي البنت وزيد تأكد من البنت تسأله. ايش تقول مالك يا فقي عيب؟ هذه عادات وتقاليد حقنا. انا اعطيت كلمة الرجال ولا يمكن ارجع عنها وبنتي ما بتعصي كلامي. خلاص الموضوع منتهي البنت مخطوبة. يعني ما عابوش فائدة ولا في فائدة نهائيا من هذا الموضوع. سلام الظاهر يا بني ما عابوش نصيب. ما هن ما عابوش نصيب. حسبي الله ونعم الوكيل. اي ورقه تحصله ولا خريطه ولا اي شيء جبال عندي. ما لي حناش فهم. ما لي حناش. اليوم ليله الحنا حقي. اليوم انا مع الفرقه محل ليله. سكته سكته دور وانت ساكت لا يدرون احنا هنا. بص لك مجنون معاه. ما له ولا دروا سرقوا دخلوا محل ليله الحنا. يا بوي يا بوي هذين الورق
لحظة، الباب مفتوح والورق مدربات، بحد غيري يدخل بيو، ما عبوش احترام للمهن. حبيبتي وناشي أمي الغالية، بسرعني بسرعني عبو سرعني. أبوك يا الولد، هذه هي هذه الكريطة، هي هي هذه الكريطة. بطارش حفظ الله، عبد الباسط عبسي، علي السندار، علي السماع، علي الانسي، الحارثي، كلهم هذول، حتى فؤاد الكبسي تصلي، بس حط لهم على راسي وعيني. انتم معانا فنان بالحاره قدير اصيل ذو صوت شقي، واللي بيتكفل بالعرس اسمه ادم. ادم قلت لهم ادم، كم العرس بوقف؟ الله ان شاء الله نحضر نفعل لك احلى عرس. حبيب قلبي ذنك الاغاني، الله الله الله. يلا تمام تمام. عم حميدة الزغاريطة والهازيك، يا عليك ألف ألف مبروك. يلا عفاف جاهزة؟ أيوة جاهزة. أما ما تشيشي تسلم تسلم، أنا أفدالك دعواتش. الله يحفظك ويطول عمرك ويبارك فيك يا ولدي. ما شاء الله عليك آدم، والله اللي سواه يا خالة مش قليل. قد كانت يا إسني عادها تكمل دراسته. الله يحفظك يا آدم. الله يحفظه ويبارك فيه. آمين آمين. من اليوم اسمش الدكتورة عفاف. مسرع بتخليني دكتورة، خلينا نشوف إيش بيحصل. مو معه بن حميدة هو البنت هذه؟ يعلم الله مو قله يا فقي، يعلم الله مو قله. يسمع الحقهم، شوف اين يروحوا بردك لي خبر. يلا يلا يا بن حميدة. يا ما ليش قلقة هدئي وبعدين قد انتي حتكوني دكتورة؟ لا لا ما نشقلق ولا حاجة، ان شاء الله خير. اهم شي ما تدخلوا المقابلة الا انتي واثقة من نفسك وتكوني قدها وقدود ان شاء الله. سلام. ها ولا تدري واحد قهوة؟ يلا. مو بك ضابع، مو بك قالب صورة ولا شي. اسمع، ما عملك موضوع بنت رشيد نولي نخطبها لك؟ خلاص انسى، قاصرك انا والفقي خطبنا، خطبها ابن عمها. خيرة الله مش نصيبك، روح روح ادلي واحد قهوة. يلا. لحين الحنش قادري بموضوع الخريطة، كيف اعمل؟ ضروري اننا اسبقهم قبل ما يشلومه، لكن متى الوقت المناسب؟ ايوه الوقت المناسب وقت زواجة سعد الخفيف، أروح لهناك وأجلس عندهم نص ساعة وأطمن، وأروح أروح البيت الكبير وأدور على الكنز وأدور على كل شيء. حقك حقك يا فواز، هتلعب بالبيس لا تلعب بالذهب لا.
صوتي الشذا والشوق طبع الأذى والناس من دا ودا والجحملية حياة والجحملية حياة تلقى اللئيم الطموح تلقى العزيز القلوب واحد بأرضه ولو وإنسان يتبع حواه تلقى اللئيم الطموح تلقى العزيز القلوب واحد بأرضه ولو وإنسان يتبع حواه الجحملية حياة الجحملية حياة